هاي. اخترع المهندس آل فيلدينغ والمخترع السويدي مارك شافان الفقاعات الهوائية بال 1957 كنوع من الخلفيات يلي بتنحط على الحيطان بهدف التزيين، ولكن فكرتهم ما لقت التجاوب المطلوب، فقرروا يستخدموا اختراعهم بمجال العزل داخل الأبنية. سنة 1959 عرفوا إنه شركة IBM عم تستعد لشحن أجهزة كمبيوتر، فعرضوا اختراعهم على الشركة يلي وافقت عليه. جسم الطبي بالنروج بيستخدم الفقاعات الهوائية للف المرضى يلي حالتهم حرجة خلال نقلهم تجنباً لانخفاض حرارة جسمهم. ممكن استعمال الفقاعات الهوائية لتحسين عمل الثلاجات من خلال تعبئة المحلات الفاضية فيها بالبابل رابس، وبالتالي منع الهواء السخن من الانتشار بقلبها. مين قال انه في فيسبوك جروب بيجمع محبي فعل بابل رابس يلي اسمه بوبينج بابل رابس وبيضم 460 ألف مشارك؟ انا قال. بشوفكم بكره.